اللي فاز معنا هو كريم. خلينا نشوف اذا كريم لسه موجود باللعب. يلا يا صديقنا كريم، هذا الاي دي تبعه، ليتس جو. وربي مستحيل البيك بوس. دائما لما بلعب لعبه فري فاير بقعد اتذكر ايام فري فاير الحلوه، الزمن الجميل في فري فاير. وعشان اكون معاكم صريح، اكثر شيء بفكر فيه هو متابعيني القدماء، الناس اللي تابعوني قبل 4 سنين من الان لما كنت افتح بطوط على اليوتيوب، اللي كانوا يشاركوا بالرومات والفعاليات اللي كنت اعملها على اليوتيوب. حتى اذا بتتذكروا قبل سنه سويت لكم فيديو هيك انه انا قمت بزياره حسابات متابعيني اللي شاركوا معي قبل 3 سنين، والفيديو ما شاء الله عليه 1,200,000 مشاهده و162,000 لايك. ففيديو اليوم راح اعمل لكم جزء ثاني من هذا الفيديو، ولكن الجزء الثاني راح يكون اقوى من الاول. في موقع يمكن كلكم ما بتعرفوه، اللي هو بتقدر تحط اي دي تبع شخص، مثلا خلينا نقول اذا عندك صديقك صار له زمان ما فتح لعبه فري فاير، فبتقدر ان انت تحط الاي دي تبعه وبيعطيك معلومات على حسابه اذا كان حسابه مبنى. يعني بكل بساطه اذا لقينا واحد لسه بيلعب لعبه فري فاير راح ابعث له طلب صداقه وادخل معاه بسكواد احكي معاه، وكمان راح اشحن له جواهر. الشحن راح يكون عن طريق طماطم. اكيد الطماطم ما بيقدر يشحن جواهر، ولكن طماطم بلس تقدر. طماطم بلس هي افضل منصه لشحن شدات ببجي، كروت بلاي ستيشن، واكيد لعبتنا المفضله فري فاير. شو جايبنا شيء جديد؟ ما احنا بنعرف كثير منصات بنقدر نشحن منها جواهر، ولكن احنا ما عندنا باي بال او ما عندنا فيزا. بعرف يا صديقي، بعرف انه هذه المشكله اغلب اللاعبين العرب بيواجهوها في شحن الجواهر، ولكن يا صديقي مع طماطم بلس راح تنسى هذه المشكله، لانه راح تقدر تشحن بمليون طريقه شحن. هذه المنصه بتحصل على افضل العروض وكمان افضل الاسعار وكمان الدفع الامن، يعني ما تخاف على حسابك. والميزه الأهم من هذا كله الكثير من طرق الدفع. يعني يا صديقي مش لازم يكون عندك فيزا أو ميستر كارد أو يكون عندك باي بال عشان تقدر تشحن من عنده. المنصة بسيطة جدا وما فيها أي تعقيدات. بتيجي بكل بساطة بتنشأ حساب جديد، تعطيهم إيميلك، رقم الهاتف، بتعبي معلوماتك، بوصلك كود على الإيميل، بعدها بتأكد الإيميل وهيك حسابك انفتح. بعد ما صار عندك حساب بتيجي بتختار اللعبة اللي أنت حابب تشحن عليها. مثلا خلينا نقول فري فاير. بعد ما تختار فري فاير بتختار بلدك. لما نختار مصر كم طريقة دفع موجودة؟ أوكي مثلا خلينا حاليا على مصر، أنتم بتقدروا تختاروا بلدكم وتشوفوا طرق الدفع المتوفره ببلدكم. والان راح احاول انه انا اشتري، والله وتم الشراء. وبكل بساطه خليني اعرض لكم الكود، اول واحد راح يحصل على الكود مبروك عليه. المنصه هذه مش جايه تاخذ منك بس يا صديقي، لا جايه تعطيك كمان، لانهم بيعملوا مسابقات على ايبادات وايفونات كمان. راح اخليكم رابط هذه المنصه تحت في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت، فلا تحرموا حالكم ابدا بتجربه الشحن عن طريق هذه المنصه والدخول في المسابقات الاسطوريه تبعها. واذا لقينا شخص ما بيلعب لعبه فري فاير راح نعمل تحريات على الاي دي تبعه، وراح نشوف اذا هو مفعل هكا او ليش تبند حسابه، او اذا كان حسابه مش مبند وهو معزل اللعبه. ما بدي اطول عليكم بالمقدمه اكثر من هيك. اصدقائي وصديقاتي في كل مكان وفي اي زمان، لسه ما حطيتوا لايك حطوا لايك، اذا مش مشتركين بالقناه اشتركوا وليتس دو ات. فالجزء الاول انا دخلت على اول لايف فتحته بقناتي، هذا اللايف اللي كان قبل 4 سنين، واللايف اللي بعده كان عباره انه البت فصل ورجعت فتحت البت مره ثانيه. ففيديو اليوم راح ندخل على هذا اللايف اللي هو اللايف الثالث. في هذا اللايف انا كنت مسوي لهم روم خريطه برغاتوري، وكان الروم على البويا، يعني لازم يلعبوا سرفايف واللي بيجيب البويا هو بيكون الفائز. يعني بوقتها كنا الجوائز اللي نوزعها عباره عن هدايا باللعبه، ما كان في شحن بالاي دي وامور مثل هاي. واستمر معنا السرفايف لحد ما سكر الزون وظل معنا فقط 2 في الروم اللي هم الادميرال وعبود، وهان بوقتها فاز عبود. خلينا نشوف اذا عبود لسه بيلعب اللعبه او اعتزلها. هذا هو كان الاي دي تبع عبود، سيرش اون. والله اونلاين وربي اون، والله لسه بيلعب اللعبة. لحظة نشوف، لحظة نشوف، لحظة 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 لحظة. ليفله صار 72 وصار اسمه ANP وما بعرف اي كلان دخل، والله صار من اساطير اللعبة. يا رب يقبل طلب الصداقة، هو اونلاين حاليا في اللعبة، يا رب يقبل طلب الصداقة. ما بعرف اذا قبله او لا، والله لسه ما قبل الطلب. والله انا مش مصدق، تخيلوا انه تاريخ البث المباشر هذا خلينا نقول كان يوم 1/3/2019، يعني هذا البث صار له اكثر من 4 سنين، تخيلوا انه هذا عبود لسه بيلعب اللعبة من 4 سنين، يعني والله انه اسطورة وليفله صار 72، بس يا ريت لو يقبل طلب الصداقه تمام. خلص ما راح ابعث له الجواهر هيك، اوكي راح استنى ليقبل طلب الصداقه وراح ادخل معاه بسكواد واحكي معاه وابعث له الجواهر. يا رب يا رب يقبل طلب. وهنا رجعت عملت لهم روم سرفايف مره ثانيه وكمان بخريطه برغاتوري، فخلينا نشوف مين فاز بهذا الروم. وهون ضلوا مكمبرين الشباب لضل اخر 3 بالروم، اوكي هذا الزون قاعد بياكل فيه اتوقع راح يموت بالزون. ضل معنا نصيف وضل معنا في 2 ثانيين مش عارف حاط على اسماء، اوكي نصيف اتوقع راح فيها. نصيف دم واحد، دم واحد نصيف، نصيف دم واحد، هذا ما بيموت، مات بالزون، اوكي ضل عندنا 2. واتوقع يمكن بتذكر انه يزيد هو اللي بيفوز، ما بعرف اذا يزيد هو اللي راح يفوز، والله ويزيد هو اللي فاز بهذه الروم. خلينا نشوف اذا يزيد لسه بيلعب اللعبه، هاي الاي دي تبعه مش عارف، مش عارف بتوقع لا اعتزل، والله قبل 30 يوم، بس لازم نعمل تحريات على حسابه ونشوف هل هو اعتزل او حسابه تبنت. عندنا يزيد هون حاضر التحديثات الاخيره في اللعبه، يعني التحديث اللي كان تقدر تكتب في البروفايل تبعك اللي كان تقريبا قبل سنه، وكاتب فري فاير افضل لعب في العالم، اوكي يعني مش افضل لعبه في العالم، افضل لعب.
ليفلو صار 65 والفاير باسات عنده بتوقع اخر فتره بتوقع انه اعتزل ما تبند، لانه اخر فتره مبين من الفاير باسات تبعه انه كان يمكن يدخل بالشهر مره على اللعبه. خلونا نروح للموقع وهو راح يحكي لنا. هذا الموقع مثل ما حكيت لكم هو من شركه جارينا، فكل ما عليك فقط انك تكتب الاي دي هان وتعمل بحث. خلينا نشوف هون كاتبين لحد الان ما في اي دليل على هذا اللاعب انه هو بيستخدم هاكر، فمثل ما انا توقعت قلت لكم هو شكله اعتزل لانه مبين من اخر فاير باسات وما كان يدخل اللعبه كثير. رجعت عملت لهم روم ثاني كمان سيرفايف وكمان برجاتوري، انا مالي على خريطه برجاتوري، ثلاث روبات ورا بعض برجاتوري والله عيب. نشوف هون معنا اخر لاعبين ضلوا في هذا الروم، محمد اشرف وفي لاعب ثاني ما بعرف وين مكبر ايوه على اليمين، الزون الاخير قاعد بيسكر. محمد اشرف معقول يكون هو اللي اخذها؟ والله ما بتذكر ابدا. والله بقناع شو مش بشوفته، شفته القفزه، شفته القفزه. يانيس هو اللي فاز معنا بهذا الروم، خلينا نشوف اذا يانيس لسه بيلعب اللعبه. ركزوا معي انتوا على البروفايل زمان في لعبه فري فاير كيف كان، والله كان شكله هيبه يا اخي. خلينا نرجع مره ثانيه لفري فاير، والان هذا الكود تبع يانيس. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نشوف. قبل 32 دقيقه، والله قبل 32 دقيقه فاتح اللعبه لسه بيلعب. عطت له طلب بس ما اتوقع يرجع يفتح اليوم مره ثانيه، يا رب يرجع يفتح ويقبل الطلب وخلص. راح ابعث له جواهر هذا هذا ID تبعه وهذا الكود تأكيد، والآن وصلته 1080 جوهرة. طيب نحن وصلنا للنهاية بهذا البت المباشر، فخلونا الآن نروح للبت اللي بعده اللي هو هذا اللي كان فيه كتير فائزين. هذا كان فيه رومات بوكس ورومات جلد. هون كنت أنا مسوي لهم روم كمان سيرفايف في خريطة برمودا هذه المرة، مغير على البرغاتوري. والله إنه بتذكر هذا اللايف يا جماعة الخير، بتذكر إنه بوكتا الياس جاب أكثر كلات بهذا الروم وبتوقع هو اللي بيفوز بهذا الروم. شوفوا معاه 8 كلات، في واحد بالسيارة بتوقع هيعطيه ونطب ينزله. شوفوا ركزوا معي، معاه 10 كيل، 10 كيل معاه، باقي ثلاثة ضده بس بالجيم، كان مستلم الجبل بوقتها ومشردهم من فوق، يعني أي اثنين بتفايتوا مع بعض، أي اثنين أي واحد بشو وين ما بيجي الإم أحمر بيضرب، حتى لو كان في واحد في واحد على اليسار، راح بش عليه وجابه هو كمان، وفي ضل أخير بس، ضل أخير، أنا متأكد إنه الياس بوقتها اللي بيفوز بهذا الروم. الياس هذا كان يسوي لي رومات بتذكر في اللايفات تبعي، كان أحياناً أحتاج رومات فكان هو يفتح الرومات من عنده. هذا مصاص الدماء والله لو إني شايفك برتبة البرونز حالياً في الوقت الحالي كان قلت عنك هاكر بالخوذة اللي أنت لابسها. هنسكر عليهم الزون في الأخير. ومثل ما أنا توقعت، الياس هو اللي بيفوز بهذه الروم. خلينا نشوف إذا الياس لسه موجود باللعبة. هذا الأيدي تبع الياس، وبسم الله الرحمن الرحيم، وخلينا نعمل هون صديقنا الياس صار له 30 يوم ما فتح اللعبة مع إنه ليفلو 70. خلينا نشوف الحساب، ليفلو 70 وما في كلان عنده والله، بس مش ملحق على البويا باص، بتوقع إنه هو والله كان بيشحن، يعني الفيرباصات عنده كلها كانت مشحونة. طيب شو سبب اختفاء الياس على اللعبة؟ أنا بتوقع باند، ولكن خلينا نعمل تحريات ونشوف إذا كان هو فعلا مستخدم هاكر أو لا. ليتس جو، نروح لموقعنا السحري، خلينا نحط الأي دي تبع الياس ونسوي بحث. ها له يا الياس يا صديقي. ليش يا صديق الياس؟ الياس هون بيقولوا انه هم اكتشفوا انه الياس مستخدم هاكر وحسابه مبند حاليا. توقعته بصراحة لانه شخص بيشحن الفاير باصات وحسابه ليفل 70 والفاير باصات عنده كلها مشحونة، اكيد ما راح ينزل اللعبة هاي. الروم اللي بعده كان روم على البويا كمان في خريطة برجاتوري، وخلينا نشوف مين فاز بهذا الروم. سكر الزون عندنا، قاعد بيسكر الزون ما قبل الاخير، وضل فيه ثلاثة في الجيم والزون مسكر عندنا بالاوبن، يعني بتوقع هذا الجيم انتهى بسهولة. اوكي عندنا هون ايهم، ايهم مسلم الوضع. اوكي باقي ايهم وباقي معنا واحد ثاني. الروم مين هو الشخص الثاني بالروم؟ فوق فوق راح فيها ايهم، خلاص باي حبيبي. اللي فاز معنا بهذا الروم هو شانكس. خلينا نشوف اذا شانكس لسه موجود باللعبه. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول يا رب، وهذا الاي دي تبع شانكس، وخلينا نسوي سيرش. بسم الله، قبل ساعتين والله لسه بيلعب اللعبه يا قلبي. مسمي حاله شو مسمي؟ فرانكي، فرانكي الله يا فرانكي، وداخل بكلايك كمان ومظبط وضعه، ليفله صار 76، راح يصير نفس ليفلي، وعنده 25000 لايك وداخل بكلان اسمه انتراكس. اوكي من عيوني يا قلبي والله، ال 1080 جوهر الان بحسابك مره ثانيه، وهذا الاي دي تبع صديقنا شنكس. اوكي مع انه غير اسمه بس يلا اسم شنكس احلى. ليتس جو، تم شحن الجوهر وهيك وصلته 1080 جوهر، مبروك يا قلبي. والله انا بدي هذا الاول اللي شفناه لك، لسه بيلعب اللعبه اونلاين لسه ما للطلب. الروم اللي بعده هان مبين انه هو كان كمان روم سيرفايف كمان بخريطه برجاتوري، وكمان كان اللعب على البويا، ففي عندنا واحد كان بيلبسه. والله باخر زون في خمسه الشباب بيلعبوا بطوله، يعني ما فيش رحمه. واحد بالسياره هذاك بس، أسوأ شيء كان بهذيك الرومات يا جماعه الخير، بس واحد يسلم سياره ويضل يلف، هذا اللي كان يفوز دائما بالبويا، كان ما يخلي حدا ما يدعسه. ضل عندنا اخر اثنين، في واحد معاه لانشر فاتوقع هو اللي يمكن كان فاز، هي جلد وهو منبطح عليه مفكر حاله بيلعب ببجي. هذا ياسين هو اللي فاز معنا، خلينا نشوف ياسين لسه
موجود باللعبة. هذا الاي دي تبع ياسين، بسم الله سيرش وياسين 30 يوم ما فتح اللعبة. فخلينا نشوف البروفايل تبعه قبل ما ندخل على الموقع. انا بعطيكم، انا بقول لكم هذا متبند او لا. ليفل 71 مبدئيا، ما حضر معنا البويا باس، واخر فاير باصاته كانت قليلة، فاتوقع انه هو معتزل اللعبة لانه ما عاد دخل على اللعبة كثير، مبين من البروفايل تبعه. الكلان اللي لسه موجود فيه، والله لسه حتى بيطلعوه من الكلان، كلان فايكنج. طيب خلينا نشوف اذا حسابه مبند او هو معتزل اللعبة. نرجع لموقعنا السحري مرة ثانية، وهذا الاي دي تبع صديقنا، شو كان اسمه، ياسين. هون الشركة بتقول انه ياسين كان مستخدم هاكر وحسابه حاليا متبند. فانا احكي لكم، في ناس هو مبين من البروفايل تبعه انه ما كان يلعب اللعبة كتير، ففي ناس خلاص بياخذوا قرار انهم يعتزلوا اللعبة، ولكن قبل ما يعتزل اللعبة بحب انه يخرب، يعني بقول انا حسابي على كل حال ما راح ابيعه، فخليني افعل الهاكر بحسابي وانا على كل حال بدي اعتزل اللعبة وهيك بعتزله. والله حرام يعني اترك حسابك، يمكن تفكر ترجع للعبة ويوم من الايام يكون حسابك موجود. الروم اللي بعده كمان كان على البويا، فاتوقع بهذا اللايف اغلب روماتي كانت على البويا واغلبها بخريطة برغاتوري. كنت احب خريطة برغاتوري بشكل رهيب، والله كنت احس الجرافيك فيها افضل من برمودا. ضل عندنا ثلاثة والزون الاخير راح يسكر. خلينا نشوف صديقنا الصياد، هل راح يصطادهم بالقنبلة ولا ما؟ والله راح يصطاد، وربي اصطاد 130. والله هذا الصياد عن جد صياد، وزمان ما كان في تسخين قنبلة ولا في اشي. الصياد بتوقع راح يصطاد هذا اللي موجود بالبيت. اعطاه قنبلة ثانية. والله وجابه. ضل في عنا اثنين، ضل في عنا الصياد وفي واحد ثاني. ها وراك يا على الغدرة، يا حرام على الغدرة. اتوقع راح يخش عليه، ما راح يخليه بعد ما دمج هيك. خلينا نشوف صديقنا شو اسمه، هيثم. والله وهيثم جاب البويا. خلينا نشوف اذا هيثم لسه موجود باللعبة او لا. هذا الاي دي تبع هيثم، ونسوي سيرش. قبل 30 يوم ما فتح اللعبة، حسابه ليفل 61، فاتوقع يمكن يكون واضح من البروفايل تبعه انه معزل، عنده انه هو معزل اللعبة انا متأكد. راح احط الاي دي تبعه على الموقع وتشوف الموقع شو راح يحكي لنا. ليتس جو. هذا الاي دي تبعه، والموقع بيحكي انه ما في اي دليل انه هذا الشخص بيستخدم هاكر، فحسابه موجود ولكن هو معتزل. بالروم اللي بعده هان في عندنا قصورة وفي عندنا ضد واحد ثاني. دمج قصورة اتوقع هو اللي راح يخسر والثاني هو اللي راح يفوز. خلينا نشوف. لا والله قصورة معه ثلج، والله قصورة بيقاوم. قصورة يا اخي، قصورة قوة قصورة. والله لو والله هذاك بابا خناق، ما فيش رحمة. اللي فاز معنا هو كريم. خلينا نشوف اذا كريم لسه موجود باللعب. يلا يا صديقنا كريم، هذا الاي دي تبعه، ليتس جو. وربي مستحيل، البيك بوس كريم. والله هو اسمه كريم، اسمه الحقيقي كريم. يا جماعة الخير اقسم لكم برب العباد انه ابدا، يا والله انه ابدا ما خطر على بالي، وكمان نفس البنر ونفس الصورة اللي هو بيستخدمها. وربي البيك بوس، يا قلبي البيك بوس من وين بيتابعني؟ من 4 سنين كان يشارك معي بالرومات. الاي دي هو نفسه، هو الاي دي، وربي هو والله العظيم هو البيك بوس، وهي بكلاني كمان. يا قلبي يا البيك بوس بكلان علي عمر، ويلي والله تستاهل، وربي تستاهل الألف جوهرة وتأكيد، وألف مبروك يا بيك بوس. والله من كل والله يستاهل يا أخي. تخيل أنك تتابع يوتيوبر قبل 4 سنين من بدايته، وبعدين يعني تصير أنت كمان يوتيوبر وتدخل بكلانه. والله هذا الشخص بيعجبني يا أخي، أحسه من الناس الناجحة والله يعني. يلا نروح للي بعده. اللي بعده كانت عندنا روم بوكس فوق سطح الفاكتوري. هذه من أكثر الرومات اللي كانوا يحبوها متابعين، يعني إذا ما بعملهم روم بوكس فوق سطح الفاكتوري بفنشوني. كان في عندنا واحد غدا طبعا هان ما اخذ سلاح، وكان في كليتش بوقتها باللعبه، كان في حركه وسخه انه تطلع فوق هذا الجبل فبيبينوا عليك الناس اللي من هذا الطرف في الفاكتوري، فكان تخريب يعني. وبوقتها ضلينا نعيد الروم وما كان يزبط. كل ما كنا نعمل روم فوق سطح الفاكتوري كانوا يخربوه، ودائما يطلع واحد غدار وكلهم ما ينزلوا فوق سطح الفاكتوري، في ناس ما تلحق. وبتوقع بوقتها قررنا انه نحن نلغي روم الفاكتوري، رجعنا عملنا روم سيرفايف مره ثانيه. وبهذا الروم السيرفايف سكر الزون الاخير وفاز معنا بوقتها غسان. غسان هو اللي بيفوز. شوفوا الشجر اللي باللعبه، هذا ما عاد موجود باللعبة، غسان اللي فاز بوقتها. خلينا نشوف اذا غسان لسه بيلعب اللعبة. ليتس جو، غسان فاتح اللعبة قبل 13 ساعة، كمان هو لسه موجود، بس للأسف مش قادر انه انا ادخل ولا مع حدا فيهم. خلينا نشوف غسان كم صار ليفله وشو صار وضعه باللعبة. صار ليفله 71، ما عنده كلان لحد الآن. بعت له طلب صداقة، حاضر معنا البويا باس وما بيشحن كثير في اللعبة، فالألف جوهرة رح يجوا بمكانهم لغسان. تم شحن الألف جوهرة مثل ما انتم شايفين، ومبروك يا قلبي يا غسان. والله بكون معكم صريح، انا بعد الصدمة اللي جتني من بيك بوس والله مش قادر حتى انه انا اكمل. وبتوقع خلص صلنا تقريبا الفيديو 30 دقيقة قاعد بصور، يعني راح يكون فيديو 14-15 دقيقة. فهذا هو كان الفيديو تبعنا اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستمتعتوا معنا بهذه الحلقة الاسطورية. فلا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا في القناة اذا ما كنتم مشتركين. اشوفكم الوقت على الجاي، ومع السلامة. اليوم